أرض محملة بالخراب، منازل مدمرة بالكامل بعد أن شهدت مناطق الحويجة والرياض معارك مع تنظيم داعش الإرهابي أدت إلى تدمير البنى التحتية كالزراعة والري، ورغم سيطرة القوات الأمنية على جنوبي وجنوبي غرب كركوك إلا أن تأخر إعادة الإعمار فيها يعرقل عودة المواطنين إليها. القرى المدمرة بالمنطقة، نبس هاي القرية، بس هاي أكبر قرية تقريبا، يعني هاي تعداد 160 بيت، شوفت عينك هاي الكاميرا مالتك تقدر تصور، ماكو واحد يقدر يرجع بسبب الإمكانية المادية. الإمكانية المادية ما تخلي الناس ترجع، لأن ما حد عنده، ناس بسطاء واليوم صار 5 سنوات عايفين قيعانهم وقاعدين بالمدينة، هاجروا للمدينة شلون يرجع؟ يطالب سكان القرى بإعادة إعمار منازلهم التي أصبحت أطلالا من أجل إحياء الزراعة وسلاسة عودتهم لمناطقهم والتخلص من تراكم الأخطاء الأمنية والإدارية وإنهاء حالة الإحباط التي يعيشها المواطن بسبب نقص الخدمات. بس وضعي لا مساعدات، لا حد واصلنا، لا فرد يوم منظمة، لا شلة وانقاذ، كل حجي بحجي، لليوم ما حد زارنا، شوف حالنا وضعي جهانا، كان يا ماكو لا راتب رعاية لا كوش. صار خمس سنين قاعدين هنا؟ ثالث سنة. ثلاث سنوات بدون بناء وكذا؟ الحد هسه ماكو، خط واحد عواميد كهرباء جاي ألا حساب الخاص، اشتريت عمود وسلاك وصلت له. شنو القرى المدمرة هنا والمهدمة، شنو القرى؟ هذا الغابة كله، هذه غريبة المرة، أبو كعوبة وراهم مجمع الشهيد، اليرموك، النهروان، هذن البطرة. أينما حل داعش حل الموت والخراب، قتل وتهجير، إضافة إلى تدمير المنازل في كل القرى التي كان يقطنها داعش. لذا يطالب المواطنون الذين يسكنون هذه القرى بإعادة إعمار مناطقهم من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية. من جنوب غرب كركوك، من قرية المرة، سعدون السلطان، قناة التغيير.